متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من محافظة الاسكندرية. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، عيد اضحى مبارك على حضراتكم جميعا. ونحن الان داخل ساحة قلعة قايتباي، حيث مظاهر بهجة العيد، ركوب الخيول في فسحة في ساحة القلعة ذهابا وإيابا، ألعاب الأطفال تجد مكانها أيضا ضمن بازارات القلعة، المشروبات المحببة، المثلجات، العرق السوري يمكن اشهرها، من اشهر المشروبات اللي بتكون في ساحة القلعة لاستقبال ضيوفها. يعني كما نتابع مع حضراتكم، هناك إقبال على قلعة قايتباي اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سواء لزيارة مبنى القلعة الرئيسي من الداخل أو للتنزه في ساحة القلعة الخارجية. نحن الآن في منطقة الممشى والبازارات، يعني اللبس الإسكندراني المشهور والملاية اللف دي أحد معالم قلعة قايتباي هنا، والطربوش، كل ده بيشهد إقبال كبير من السائحين المصريين والأجانب. بيتم تأجير الملاية اللف أو الملابس دي سواء لالتقاط صورة أو ممكن بيعها، وبتلاقي رواج كبير جدا خاصة من السائحين الأجانب. احنا في منطقة الممشى بيكون على الجانبين بازارات وبائعين، يمكن اغلب المنتجات بتكون القواقع البحرية. والتماثيل الفرعونية للسائحين الاجانب، يعني بتلقى رواجا كبيرا جدا للأفواج السياحية الأجنبية. يعني كما نتابع مع حضراتكم، هناك رحلات بحرية بتخرج من منطقة القلعة في جولة بحرية ممتعة جدا لمدة ساعة، بتصل إلى مكتبة اسكندرية والمنشية ومحطة الرمل والفنار القديم، وبتكون يعني نزهة بحرية جميلة جدا. أنا
عشان انت تفهميش. النهبة التمرين ده الصبح يا خروج. يعني احنا هنا وصلنا امام متحف الاحياء المائية، وده بيلاقي اقبال ايضا النهاردة. متحف الاحياء المائية فيه اغرب الكائنات البحرية، سواء اللي بتعيش في البحر المتوسط او البحر الاحمر او مختلف بحار العالم. يعني على مقربة منه في متحف الكائنات البحرية المحنطة، وده برضو بيكون فيه كائنات بحرية يعني غريبة وقد لا نراها في البيئة المحيطة بنا، بتظهر كده على الشواطئ. ده بيتم الحيوانات النافقة بيتم تحنيطها وضعها في هذا المتحف. الفريسكا الشهيرة طبعا في اسكندرية برضو متواجدة في القلعة. احنا دلوقتي امام مبنى القلعة الرئيسي، وداخل مبنى القلعة المكان اللي قدامنا ده هو ده متحف الاحياء المائية المحنطة، ده ايضا مفتوح لاستقبال الزائرين.
احنا هنا وصلنا ل المدخل الرئيسي للقلعة. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم هناك اقبال كبير من المواطنين على زيارة القلعة النهاردة، اللي بتوفر يعني فسحة تاريخية وبحرية في نفس الوقت، يعني نظرا لان قلعة قايتباي تقع على البحر مباشرة، هي رحلة سياحية تاريخية وبحرية ايضا. هناك تجديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ممنوع الدخول بدون ارتداء الكمامة، المرور على بوابات التعقيم. يعني كما نتابع مع حضراتكم توافد الأسر والعائلات في أول عيد الأضحى المبارك لقضاء يوم ممتع وفسحة جميلة في قلعة قايتباي في الإسكندرية. يعني متابعينا متابعي اليوم السابع، كنا مع حضراتكم في جولة سريعة من داخل قلعة قايتباي في الإسكندرية، أحد أشهر الآثار الإسلامية والصروح الأثرية الكبيرة في المحافظة، تستقبل الزائرين اليوم في أول عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير، وكنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في الإسكندرية. شكراً.